جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. راهو ساعات تشوفوا بانه التجاذبات والعرق والقضايا البسيطه والقضايا الجزئيه والقضايا الهامشيه والاقتصاديه والاجتماعيه والمدنيه باش ننجحوا مع بعضنا، ولذلك نخدموا مع بعضنا وربي ان شاء الله يوفقنا مع بعضنا. مهمه الانسان هو باش يعمر الارض هذه، واحنا ان شاء الله نعمروها ونشحوها ونخليه معناها تونس هذه للاجيال القادمه بلاد تكون نموذج نتاع نجاح اقتصادي ونجاح تنموي ونجاح سياسي. واللي الحركه هذه تراها هذيك هي منذ البدايه على نضالها على انتماء هذه الارض وعلى ثقافتها واعتزازها بعروبتها وبسلامها. هاي مجلس نواب الشعب، مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، حضورا لرغبة الجمهور والخير. اللي نحب نقوله بالنسبة لي أني فرحان برشا ولحظة تاريخية كبيرة، أنه فما حاجز نفسي كان بين الأطراف الكل. اليوم شفت من النواحي الكل أنه الحاجز النفسي هذايا تنحى، حاجة برك برشا طبعا. الحاجة الثالثة، الناس الكل من القواعد للمسيرين للمسؤولين الكبار، يلزم بلادنا عنا حل واحد هو نرجع نخدم. بسم الله والحمد لله، تحية طيبة لأبنائي وبناتي، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيي كل المجتمعين بصرف النظر عن صفاتهم لما أعلمه من تنوع أفخر به عندما أجد نفسي في مكان يجتمع فيه المنتمون إلى تيارات سياسية وأحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومؤسسات فكرية وعلمية وإعلامية مختلفة. تدري جاتني الدعوة توقفت نجي ولا ما نجيش؟ أنا جيتك خليتني إيش كبت. في تصور هذا الحزب كبقية الأحزاب اللي مثلوها أخوتي وأبنائي، ما كنتش تخدموا على تونس اليوم، أنتم تخدموا على تونس بعد 20 عام. احنا طموحنا باش يكون الحزب بمعنى العصري، لأنه الحركة عندها مسار طورت، ولكن مطلوبنا باش تزيد تتطور أكثر باش تستوعب أكثر الشباب والنساء والكفاءات والجهات، وتكون تنوع بتنوع تونس. تونس ما تتبناش على حزب برك، تونس في حاجة إلى برشا أحزاب قوية وبرشا قوى اجتماعية ونقابية واقتصادية، لأنه هذيك قوة تونس. البلاد تبني على حزب واحد حتى لو كان قوي وحتى لو كان ديمقراطي تمشي للأسف إلى مازال خطيرة. دونك تونس اليوم في حاجة لكل أبنائها، ولكن حاجة أن الأحزاب تركز مش على أمورها الداخلية فقط وتنسى أمور البلاد وتنسى الهدف اللي من شأنه تبني. الأحزاب لازم تركز على الأهداف الوطنية اللي هي خدمة البلاد وخدمة التوانسة وتقديم الأفضل والتنافس في إطار ديمقراطي من أجل تقديم الأفضل، ولكن أيضا التعاون والتوافق، لأنه المرحلة هذه ولمدة 10-15 سنة على الأقل في حاجة إلى أن الأحزاب الكبيرة كل تخدم مع بعضها، لأنه بلادنا ما تنجمش اليوم تتحمل التنافس القوي اللي ربما أوضاعنا الهشة ما زالت ما تحتملوش. الحديث أيضا على انزواء حركة النهضة في المؤتمر العاشر هذا، فما باش يصير تغيير كلي في حزب حركة النهضة من خلال التفتح على بقية الأحزاب؟ لا، هو التفتح موجود والعمل مع الأحزاب الأخرى، احنا عملنا في ائتلاف. اليوم كي نشوفوا المشهد في تونس وأنه مؤتمر حركة النهضة فيه ضيوف من نداء تونس ومن نفاق تونس وضيوف من مجلس نواب الشعب من الكتل الأخرى، وشوفوا اتحاد الشغل ونشوفوا منظمات وطنية ورجال أعمال وشخصيات، نفهموا هذيك التونس اللي نحبوها، اللي تونس اللي فيها الناس كل، اللي تلم الناس كل. مانيش كيما دول أخرى للأسف اللي في 2011 عملت ثورة كيما عملت تونس، ولكن اليوم قاعدين يتحاربوا، قاعدين يتحاوروا بالكرتوش ويتحاوروا بالقتل وبالمقتول وبالدم. احنا في تونس حوارنا مدني متحضر، اختلفنا صار بيناتنا تجاذبات، ولكن قادرين باش نتلموا، قادرين باش نقعدوا مع بعضنا ونفرحوا مع بعضنا ونخدموا مع بعضنا. وذيك النخبه السياسيه لازم تخدم باش تكون في مستوى انتظارات الناس وما تكونش في قطيعه مع الناس، لانه اذا كان
بعدنا على الناس وبعدنا على المجتمع وبعدنا المواطن البسيط والعامل والمثقف والمربي والأستاذ ورجل الأعمال والاقتصادي والنقابي. كذا كان صارت القطيعة هذه راهو بلادنا لا قدر الله راهي ماهيش باش تنجح. ولذلك يلزمنا نكونوا في مستوى الانتظارات ونقربوا الناس ونعبروا على هموم الناس، والأحزاب هي في خدمة الناس. ما يلزمش يتولي الأحزاب هي جزء من المشكلة، لازم تكون هي جزء من الحل. وإن شاء الله أحزابنا الكل تمشي في هذا الاتجاه، وإن شاء الله حركة النهضة في المؤتمر القادم أيضا تخطو خطوة مزيد دعم هذا المسار للانفتاح أكثر على المجتمع ولخدمة المجتمع ولخدمة الناس وخدمة تونس. جولة مكوكية من بن قردان لسيدي بوزيد. لا ما مشيتش لبن قردان برشا. لا مشيت لسيدي بوزيد وجيت لسوسة وراجع العاصمة. هذاك هو هذا الاستعدادات المؤتمر العاشر لحركة النهضة، خاصة كونه الشيخ مورو يصرح في العديد من النسبات يقول بكونه في المؤتمر هذا بالفعل حركة النهضة باش تولي حزب حقاني. هي كذلك حركة النهضة ستنتقل من كونها حزبا أو جماعة سرية ويغلب عليها يغلب عليها العمل الثقافي والعمل الدعوي والعمل السياسي مجرد جزء فيها، إلى أن تصبح حزبا سياسيا متفرغا للسياسة، متفرغا لشؤون الدولة، متخصصا في هذا الجانب. أما أجزاء المشروع الإسلامي الأخرى فهي متروكة للمجتمع، لأن النهضة ليس لها دين خاص بها. المجتمع هو المسؤول على المحافظة على الدين، والدولة هي نفسها ترعى الدين، وكذلك الجوانب الثقافية هذه كلها متروكة للمجتمع. أما الحزب السياسي فمهمته إدارة الدولة، إعداد نفسه لإدارة الدولة. طيب الآن في المرحلة هذه من يعني في المرحلة هذه بتعيشها تونس، النهضة كحزب أو كجزء من الأطراف الحاكمة في تونس، هل من حلول، هل من بدائل لما هو موجود الآن، خاصة أنه الشعب يعني في حالة تقريبا في حالة يأس؟ إيش يعني هل من حلول عاجلة؟ أنا لا أريد للإعلام أن يبث اليأس. أنا أتمنى على الإعلام أن يبث الأمل وأن يبعث برسالة إلى أنه رسالة ثقة، أن يثق الشعب في ثورته، وأن يثق في حكومته، أن يثق في السياسة، أن يثق في أنه هو الذي أن الذي صنع هذه الثورة قادر على أن يحولها وحولها إلى دستور، حولها إلى ديمقراطية بشكل بديع ليس كمثله في العالم العربي، أن هذا الشعب قادر على أن يحول هذه الثورة إلى ثروة وإلى تنمية، إلى تعليم جيد وإلى نظام صحي جيد وإلى طرقات معبدة إلى آخره. أن لا نبعث الياس لمجرد أنه عندنا بطالة عالية. العالم كله في بطالة، أوروبا فيها بطالة 10% بطالة وأكثر من 10% في أوروبا. فلماذا نحن التونسيين نتصور بأنه مدام قامت ثورة إذن كل الأهداف اللي ما كانتش متحققة باش تتحقق بين عشية وضحاها، وبين عشية وضحاها الناس كل باش يخدموا، وين باش يخدموا؟ الدولة باش تخدمهم. بينما الأصل أنه نرسخ ثقافة العمل وثقافة المبادرة. والدولة مثلا رأينا أنه الدولة تعلن على مشروع فرصتي وتستقطب 85,000 شاب، مش باش تخدمهم الدولة ولكن باش ترافقهم، يعني باش تعمل لهم تدريب وتعاونهم، لأنه هناك إمكانيات تنموية كبيرة، هناك صناديق مليانة في بلادنا بنسبة 90% و80% ما تصرفتش. لماذا؟ لأنه الناس كلهم عاولة على الدولة. بينما الأصل أن نرسخ ثقافة المبادرة. هذه المنطقة على كل حال ثقافة منطقة الساحل ومنطقة صفاقس يعني معروفة بمبادراتها، وأن الناس مش كلهم عاولين على الدولة، لكن أتحدث عن عموم التونسيين مرسخ عندهم ثقافة المسمار في حيط، لازم يلوج يرسكي في بقعة في الدولة ويرقد غديك زادا. بينما مطلوبا نرسخ ثقافة العمل وثقافة المبادرة والثقة في النفس، ونرافقوا الشباب، نرافقوهم كيفاش نستفيدوا من مشاريع التنمية والأرصدة الموجودة والما تصرفتش، كيف يستفيدوا منها لإنشاء مشاريعهم الخاصة.
لأن الوظيفة هذه مهما كانت الأجرة فيها فهي متواضعة في الحقيقة، وهي أجرة فقير وليست أجرة غني، بينما الغناء والفرص إنما هو في المشاريع الخاصة مش في الدولة. باش نعرفوا أنه نحن وين ماشيين، باش نغرقوا إذا كان استمرينا في ثقافة المسمار في حيط. مثلا تونس فيها 650 ألف موظف، بينما المغرب اللي سكانها 35 مليون عندها 400 ألف موظف. معنى ذلك أنه نحن قاعدين نغرق يوما بعد يوم، مؤسسة تونيسير والسي بي جي والسكة الحديد كلها قاعدين نغرقوا فيها بمزيد من الموظفين، بينما مطلوب أنه نحن نفتحوا نشجع الشباب على إنشاء مشاريع الخاصة، نمولوه ونرافقوه حتى لين يقوم على ساقيه. أنا لا قلت لا إرهابي، أنا لم أقل لا إرهابي ولا غير إرهابي، وإنما قلت حزب الله قام بأعمال أيدناه فيها وصفقنا له، وقام بأعمال استنكرناها استنكارا شديدا. واضح الأعمال التي صفقنا لها وأيدناها ورفعته فوق الرؤوس هي أعماله في تحرير جنوب لبنان، هو في كبحه للغطرسة الإسرائيلية، دعمه للقضية الفلسطينية، نعم أيدناه ولا نزال نؤيده، ولكن عمله في سوريا عمل منكر. في سوريا حزب الله وإيران للأسف ودول أخرى اصطفت إلى جانب الثورة المضادة، وكان الشعب السوري ما عندوش حق في الحرية وما عندوش حق في الديمقراطية، وكان نظام بشار الأسد نظام ديمقراطي ونظام تعددي ونظام حقوق إنسان، ولذلك ينبغي أن نؤيده. حزب الله قام بأدوار سيئة في سوريا وفي العراق وفي اليمن، أيد الحوثيين. الحوثيون من هم هؤلاء؟ هؤلاء تحالفوا مع عبد الله صالح. الثورة قامت على شكون؟ ما قامت على عبد الله صالح. إذن هؤلاء اصطفوا إلى جانب الثورة المضادة للأسف، ولذلك نحن لا نحكم على الناس بالجملة. لا، العدل يقتضي أنك فيما أصاب فيه شخص تقول أصبت، وفيما أخطأ فيه تقول أخطأت. في القرآن الكريم ربنا قال وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. حزب الله خلط عملا صالح وآخر سيئا، وأيده في الحسن ونخالفه في السيء. عنده دور في مقاومة داعش زاد. أنا لا أحكم بالجملة، أنا أحكم قلت فيما أحسن نقول أحسنت، وفيما أخطأ نقول أخطأت. هذا التطور أم له الوضع التونسي، عملته الثورة التي أفسحت أمامنا مجال الحرية وأمام غيرنا، وقد كنا ممنوعين، ولذلك كنا نمارس العمل السياسي السري ونمارس الدعوة السرية ونمارس العمل الثقافي السري. كل هذا الآن متاح ويحميه الدستور، فلماذا الآن لماذا نبقى يعني نجمع كل المناشط في كيان واحد وفي مؤسسة واحدة؟ التطور إذن اقتضى التخصص، وهذا أمر طبيعي. يعني كلما تطورت أي ظاهرة من الظواهر إلا وقع، حتى في العلوم تتطور فتتخصص. إذن نحن سنتخصص في المجال السياسي ونترك المجالات الأخرى للمجتمع يمارسها ضمن القانون وفيما يتيح المجتمع المدني من فرص ثقافية ونقابية وجمعيات خيرية، وهذا يتيحه القانون. القانون الدستور أصلا يمنع اليوم الجمع بين وظيفة قيادية، منصب قيادي في حزب، وبين منصب قيادي في المجتمع المدني، ويمنع التحزيب المساجد. فلا يحق الإنسان أن يكون إماما وفي نفس الوقت يدعو إلى حزبه. إذن هناك نوع من التمايز بين الوظائف في المجتمع المتطور، المجتمع الديمقراطي، هناك تمايز بين الوظائف، بين الوظيفة السياسية وبين وظائف المجتمع المدني. ولذلك بعض إخواننا الذين هم أعضاء في مجلس الشورى ويديرون جمعيات دينية أرسلت لهم رئاسة الحكومة تطالب منهم أن يختاروا بين المحافظة على عضوية مجلس الشورى وبين أن يستمروا في رئاسة جمعيات دينية.
لانه هذا كمقتضى الدستور يعني. واضح شيخ، معناتها القانون الداخلي نتاع الحركة باش يتبدل في المؤتمر العاشر. قطعا القانون الداخلي سيتطور بحسب تطور استراتيجية النهضة. واسم الحركة سيتغير؟ والله هذا متروك للمؤتمر يعني، متروك المؤتمر. ما رأي أن نغير قليلا أو كثيرا، ومجلس الشورى أن نعطي رسالة تغيير بالديمقراطية الإسلامية مثلا، أسماء كثيرة يعني. مجلس الشورى أن نعطي معنى التجدد، أن نعطي أن معنى، نعطي معنى للتجدد، أن هناك تجديد حصل. جوهرة FM، جوهرة FM، الدنيا وما فيها.